أهلا بيكم طلبة الصف الرابع الابتدائي. هنبتدي النهاردة آخر درس في الوحدة الأولى، هو بيتكلم عن العيد الأعياد القومية في محافظتنا وشعار المحافظة. طيب يعني إيه عيد قومي؟ عايزين نعرف الأول يعني إيه أول كلمة اللي هي العيد القومي. قال لنا مصر، دولة مصر، في أعياد قومية داخل المحافظات بتاعتها. العيد القومي ده بيرتبط بحدث تاريخي أو ذكرى مهم، يعني حاجة بترتبط بحاجة حصلت مهمة داخل المحافظة دي، فبنسميه العيد القومي، أو ذكرى حاجة مهمة حصلت بنفتكرها في نفس اليوم اللي حصلت فيها. تمام. طيب بالنسبة لمحافظة القاهرة مثلا، محافظة القاهرة بتحتفل بالعيد القومي بتاعها يوم 6 يوليو من كل عام. يوم 6 يوليو من كل عام. طب اشمعنى يعني يوم 6 يوليو من كل عام؟ قال لنا ان هو يوم 6 يوليو ده بس كان في عام 969 ميلاديا، حصل ان كان في واحد اسمه جوهر الصقلي، ده يعتبر هو وضع حجر الاساس لمدينة القاهرة، يعني الحجر بتاع البداية بتاع بناء مدينة القاهرة. يبقى يوم 6 يوليو ده عشان بيفكرنا باليوم اللي جوهر الصقلي حط فيه حجر الاساس لمدينة الايه؟ القاهرة. عشان كده القاهرة بتحتفل بالعيد القومي بتاعها في اليوم ده. يبقى ممكن يجي يقول لنا من هو وضع حجر الاساس؟ هنقول له جوهر الصقلي. طب ايه مظاهر الاحتفال بالعيد القومي بقى للمحافظة؟ يعني المحافظة وهي بتحتفل بالعيد القومي ده بتعمل ايه؟ قال لنا اول حاجة بتزين وتجمل الميادين والشوارع، يعني بتيجي على الميادين والشوارع الرئيسية ديت بتزينها وتجملها بالشكل ده، بتخليها جميلة، بتحتفل بيه في نفس اليوم اللي هو بتحتفل بيه بالعيد القومي. رقم اتنين، قالنا بترفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية. نلاقي علم مصر والشعار بتاع المحافظة مرفوعين هما الاتنين فوق المباني الحكومية. قال لنا كمان ان من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي رقم ثلاثة ان احنا بنعمل اقامة مهرجانات واحتفالات ومسابقات، يعني بيعملوا مهرجانات واحتفالات عشان يحتفلوا باليوم ده، يبقى ذكرى كويسة لنا. رقم اربعة، قال لنا المحافظ بيفتتح عدد من المشروعات عشان تخدم أبناء المحافظة، يبقى كل محافظة لها محافظ وبيفتتح المشروعات لأبناء المحافظة. يبقى عندنا أربع مظاهر الاحتفال أي محافظة بتعمل. إيه هما المظاهر؟ قلنا أول حاجة بتزين وتجمل الميادين والشوارع. رقم اتنين عندنا إن هي بتعمل أو بترفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المباني. رقم تلاتة عندنا هي إقامة المهرجانات والاحتفالات والمناسبات. رقم أربعة افتتاح المحافظ عدد من المشروعات لخدمة أبناء المحافظة، أي محافظة من المحافظات ده مظهر الاحتفال بيه. طيب عندنا في مصر احنا خدنا حاجة اسمها علم مصر، وخدنا حاجة كمان اسمها لسه متكلمين عليها دلوقتي، قلنا شعار المحافظة. طيب يعني ايه علم مصر؟ يعني ايه شعار المحافظة؟ احنا خدنا تعريف العلم. طيب بالنسبة للشعار عايزين نفرق ما بين الاتنين دول، نفرق ما بين الاتنين، ما بين العلم وما بين الشعار. قال لنا بالنسبة للعلم ده هو رمز لكل بلد يعبر عن تاريخها وتراثها، ده تعريف العلم. إنما الشعار قال لنا هي راية تتخذها المحافظة رمزا لها وتعبر عن نشاط سكانها أو جزءا من تاريخها، يعني بتعبر عن النشاط بتاع السكان هما بيعملوا إيه وجزء من تاريخ. قال لنا مثلا عندنا شعار القاهرة، عندنا لو خدنا بالنا ده عندنا الجامع الأزهر. قلنا أول حاجة عندنا الجامع الأزهر، تاني حاجة عندنا الشمس الساطعة، يبقى ده رمز الشمس. رقم ثلاثة عندنا موجود كلمة القاهرة تحت خالص في آخر الشعار، يبقى ده اللي بيتكون منها شعار محافظة القاهرة. يبقى عندنا الجامع الأزهر، الشمس الساطعة، وكمان عندنا كلمة القاهرة موجودة تحت خالص في آخر الشعار. تمام، ده بالنسبة لشعار محافظة القاهرة. طب بالنسبة لشعار محافظتنا بقى، احنا كل واحد بيشوف المحافظة بتاعته وبيحدد عليها الشعار بتاع محافظته. احنا بالنسبة لنا محافظة المنوفية هنشوف الشعار بتاعها وهنشوف هي بتتكون من ايه وايه الشكل بتاعها، وممكن نقدر نطلعه ونبحث عنه ونشوف شعار محافظتنا ايه ونعرف هو بيتكون من ايه، ولازم نعرف كل واحد فينا شعار محافظته ايه ويتأكد منه. تمام، وبكده يبقى انتهى الدرس بتاعنا وعرفنا أهم حاجة الفرق ما بين العلم والشعار، وقدرنا نعرف شعار محافظة القاهرة بتكون من إيه، وكمان هنضيف عليه شعار محافظتنا اللي هي محافظة المنوفية.